التوترات السياسية الإقليمية والدولية على أجندة قمة الدول عدم الانحياز بأوغندا، وشكري يستعرض جهود مصر لتحقيق التهدئة بالمنطقة. تواصل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من معبر رفح، والهلال الأحمر المصري يوزع مواد غذائية في مخيم الإيواء بخان يونس. الكونغرس الأمريكي يقر قانونا لتمويل الوكالات الفيدرالية لستة أسابيع لتجنب الإغلاق الحكومي. سادات والسادة، نشرة إخبارية جديدة من دي أم سي، أهلا بكم. يترأس وزير الخارجية سامح شكري وفد مصر في أعمال القمة 19 لحركة عدم الانحياز في العاصمة الأوغندية كامبالا، ويلقي وزير الخارجية كلمة مصر أمام قمة عدم الانحياز نيابة عن رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من وزراء خارجية الدول الأعضاء، وذلك لتناول مسار العلاقات الثنائية والتشاور حول القضايا والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة. وتشهد قمة عدم الانحياز التي تنعقد هذا العام تحت عنوان تعميق التعاون من أجل الرخاء العالمي المشترك، تشهد مشاركة أكثر من 120 دولة في فعالياتها. هذا وتنعقد قمة عدم الانحياز في ظروف معقدة من التوترات السياسية المتصاعدة، ابتداء من المحيط الإقليمي لأوغندا المستضيفة للقمة، وفي مقدمته أزمة السودان الداخلي وبوادر خطر نزاع جديد في شرق أفريقيا بين إثيوبيا والصومال، على خلفية اتفاق يتيح لأديس أبابا منفذا بحريا في أرض الصومال. على مدار يومين تستضيف أوغندا قمة القادة 19 لحركة عدم الانحياز تحت عنوان تعميق التعاون من أجل الرخاء العالمي المشترك، وذلك وسط تحديات سياسية واقتصادية إقليمية وعالمية تفرض نفسها على جدول الأعمال. وتنعقد قمة عدم الانحياز في ظروف معقدة ابتداء من المحيط الإقليمي لأوغندا المستضيفة للقمة، خاصة أزمة السودان الداخلية وبوادر خطر نزاع جديد في شرق إفريقيا بين إثيوبيا والصومال، على خلفية اتفاق يتيح لأديس أبابا منفذا بحريا في أرض الصومال. ومنذ عقد المؤتمر الأول لحركة عدم الانحياز عام 1961 في بلغراد بمشاركة رؤساء وزعماء 29 دولة أبرزهم جمال عبد الناصر ونهرو وسوكارنو وجوزيف تيتو، تولي مصر اهتماما تاريخيا خاصا بحركة عدم الانحياز لكونها إحدى الدول المؤسسة للحركة والداعمة لمبادئها. وترى القاهرة أن حركة عدم الانحياز بدأت تتزايد أهميتها على ضوء تعاظم التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي باتت تواجه الدول النامية في الوقت الراهن، وزيادة حدة الصراعات وحالة الاستقطاب على المسرح الدولي، والتي تستوجب تعزيز دور الحركة وإحياء مبادئ باندونج. وخلال الاجتماعات التمهيدية لقمة عدم الانحياز برزت أزمة غزة كأحد الملفات المهمة التي طالبت المجموعة العربية والوفد الفلسطيني بإدراجها ضمن وثيقة كمبالا، انسجاما مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة. ويرى الحضور العربي القوي بمشاركة مصر والسعودية والعراق وسوريا والسودان ولبنان واليمن والأردن وليبيا أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة يمكن وصفها على أنها الأخطر، وتحتاج إلى دعم أكبر من قبل حركة عدم الانحياز بحكم ثقلها المعنوي والأخلاقي وتأثيرها السياسي. وفي شرق أوروبا ما زالت الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على المشهدين السياسي والاقتصادي العالمي، ما يرسخ أجواء التنافس والحرب الباردة بين الغرب وروسيا التي كانت سببا رئيسيا في نشأة حركة عدم الانحياز، إضافة إلى تصاعد الصراع الصيني الأمريكي على النفوذ في طريق التجارة بإفريقيا وآسيا والشرق الأوسط. وعلى المستوى الاقتصادي تبحث قمة عدم الانحياز تحديات انعدام الأمن الغذائي والهجرة والبطالة والأوبئة وتغير المناخ، إضافة إلى الإرهاب وتمويل التنمية وعبء الديون التي تواجه العديد من البلدان الأعضاء في مجموعة عدم الانحياز. وعلى هامش قمة عدم الانحياز التقى وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الهندي، حيث أكد الوزيران على أهمية إنشاء فريق عمل لمتابعة تنفيذ المشروعات الهندية في مصر، خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر والأدوية وتكنولوجيا المعلومات. وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة
وسبل دفع جهود التهدئة، فضلا عن التطورات التي تشهدها منطقة البحر الأحمر، حيث أكد شكري أن التطورات الأخيرة في إقليم البحر الأحمر ومنطقة جنوب آسيا تعد مؤشرا على اتساع رقعة الصراع. وكان وزير الشؤون الخارجية الهندي أعرب عن تقديره لتقييم ورؤية وزير الخارجية سامح شكري بشأن الحرب على قطاع غزة. وذكر وزير الشؤون الخارجية الهندي في معرض تدوينة على منصة إكس فيما يتعلق بهذا الشأن أنه يشعر بسعادة لاجتماعه مع شكري في العاصمة الأوغندية كامبالا على هامش القمة رقم 19 لدول حركة عدم الانحياز التي تبدأ فعالياتها اليوم. وقال الوزير الهندي أنه يعرب عن تقديره لتقييم ورؤية وزير الخارجية المصري بشأن الحرب الدائرة على غزة، مشيرا إلى التقدم المستمر الذي طرأ على التعاون الثنائي بين الهند ومصر في أعقاب تبادل الزيارات بين زعماء البلدين خلال العام الماضي. على هامش القمة أيضا عقد شكري اجتماعا ثنائيا مع وزير خارجية بيلاروسيا سيرجي ألينيك لبحث آخر التطورات في المنطقة. استعرض الجانبان تطورات الأوضاع في غزة والدور الحيوي الذي تقوم به مصر في إطار مساعيها الحثيثة لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية من دون أي عوائق إلى القطاع، فضلا عن الجهود الدؤوبة التي تطلع بها القاهرة لوقف إطلاق النار والتحذير المستمر من مخاطر استمرار ذلك الوضع على أمن واستقرار المنطقة والتخوف من خطورة اتساع رقعة الصراع إلى المحيط الإقليمي. كما التقى شكري مع وزير خارجية أوغندا جيجي أودونغو على هامش قمة دول عدم الانحياز، حيث شهد اللقاء إعراب وزير خارجية أوغندا عن شكره للجهود المصرية ذات الصلة بالتعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة وبناء الكوادر الأوغندية. وتطرق اللقاء لأبرز القضايا الإقليمية وعلى رأسها الوضع في السودان، حيث تبادل الجانبان الرؤى حيال سبل حل الأزمة وجهودهما في هذا الصدد. كما تناول اللقاء أيضا التطورات الأخيرة ذات الصلة بالوضع في الصومال. وفي لقاء آخر مع القائم بأعمال وزير خارجية الصومال علي محمد عمر على هامش قمة عدم الانحياز، أكد شكري تضامن مصر مع الصومال ضد المحاولات الرامية لانتهاك سيادته وسلامة أراضيه. كما أكد شكري استعداد مصر لتسخير القدرات والإمكانات المصرية لمساعدة الصومال في بناء كوادره الوطنية وتنفيذ خططه التنموية ودعم استقراره. واتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق خلال المرحلة القادمة دعما للصومال وشعبه الشقيق. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع. أستاذ أكرم، بعد التحية، قمة دول عدم الانحياز تأتي وسط أوضاع إقليمية ودولية غاية في التوتر وغاية في التعقيد أيضا، كيف يمكن أن تساهم هذه القمة في التقدم ولو بشكل حثيث في أي من هذه الملفات الأخيرة؟ طبعا يعني حركة عدم الانحياز تأسست في منتصف الخمسينيات، عقد أول مرة في 61 في تشيكوسلوفاكيا في يوغوسلافيا، لكن الحقيقة أنه جرت عليها تفاصيل كثيرة مثلما جرت تحولات يعني، لكن وضعها الآن أعتقد هناك ضرورة لأن تكون موجودة في ظل ضعف النظام العالمي. يعني حركة عدم الانحياز ظهرت وقت الحرب الباردة وأسستها مصر ويعني الدول الناشئة وقتها يوغوسلافيا وغيره وأندونيسيا، فهدف الابتعاد عن القضية أنه ما يبقاش مصالح الدول النامية مرتبطة بالأقطاب الكبيرة الاتحاد السوفيتي أو الولايات المتحدة. لكن مع الوقت تراجع دورها، بقت تعقد وكده. طبعا القمة 19 اللي بتعقد في أوغندا مهمة لأنها جاء في وقت النظام العالمي بيعاني من أزمات كثيرة، وطبعا مصر بتحاول طوال الوقت أنها تفتح مجالات التعاون والشراكة سواء مع أفريقيا أو مع الدول المختلفة. قوة عدم الانحياز ربما تكون زي ما أنت أشرت في السؤال،
قد لا تكون لها تأثير كبير، لكن النهاردة بالفعل بتجمع 120 دولة من دول أفريقيا وآسيا ودول العالم، وأغلب هذه الدول حقيقة بتمثل تيارات مختلفة، أغلبها غير راضي وغير متفاعل مع النظام العالمي القائم اللي هو قائم على الظلم ويعجز عن وقف أي حرب سواء في أوكرانيا أو العدوان على غزة. وبناء عليه يعني سواء الاتصالات اللي أجراها وزير الخارجية سامح شكري أو الكلمة اللي بيلقيها نيابة عن الرئيس السيسي في قمة عدم الانحياز 19 مهمة، لأنها بتؤكد ضرورة تغيير هذا النظام الدولي والنظام الإقليمي بالشكل اللي يعبر أكثر عن مصالح الدول ويقدر يحمي هذه المصالح للوصول إلى وقوف هذا العدوان على غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. أعتقد إنه كمان في جزء مهم من مصالح الدول عدم الانحياز مرتبط زي ما احنا شفنا في أذربيجان، الصومال، بمصالح دول أفريقيا، بوقف الحرب في غزة، في تفاصيل كثيرة الحقيقة. وشفنا لقاءات وزير الخارجية مع الصومال وتأكيده أهمية أن مصر بتسخر إمكاناتها لتطوير كوادر الصومال، لأن الصومال بلد مهم وبلد واجه مشكلات كثيرة، يعني بلد عربي واجه مشكلات كثيرة جدا السنوات الأخيرة ومطامع وخير. فأعتقد أنه حركة عدم الانحياز حركتها في هذا الوقت مهم، يجدد التأكيد بأهمية تغيير النظام العالمي سواء الأممي أو مجلس الأمن وغيره بالشكل يكون أكثر فاعلية في مواجهة المشكلات التي تواجه العالم في الوقت الراهن. نعم أستاذ أكرم، استغلال هذه القمة وغيرها من المحافل الدولية في توطيد العلاقات المصرية بغيرها من الدول التي كانت تربطها بمصر علاقات قوية. نتحدث عن الهند ولقاء الوزير سامح شكري مع وزير الشؤون الخارجية الهندي وعودة مرة أخرى العلاقات الوطيدة ما بين مصر والهند خلال السنوات الماضية، يعني تذكرنا ببداية منظمة عدم الانحياز ومصر والهند كبادئين لهذه المنظمة وهذا التجمع الذي كان قويا بحق في البداية، وأعتقد أنه يعني بهذا العدد الكبير من الدول يمكن أن نرى شكلا مختلفا. بالتأكيد طبعا العلاقات أولا المصرية الهندية، يمكن احنا شفنا الرئيس السنة اللي قبل فاتت كان ضيف عيد الجمهورية في الهند، كان ضيف الشرف يعني الرئيس عبد الفتاح، وفي تطوير للعلاقات الاستراتيجية، يعني في علاقات استراتيجية بين مصر والهند ومصر والصين وكذا. ولكن الحقيقة إنه مصر والهند وإندونيسيا ويوغوسلافيا لما أسسوا حركة عدم الانحياز في 54 وعقدت أول قمة 61 في يوغوسلافيا، الحقيقة كان الهدف بالفعل تطوير، وإنه الدول النامية والدول ذات الاقتصادات النامية وقتها اللي عاوزة التنمية المستقلة وغيره، كان تيتو ونهرو وجمال عبد الناصر وسوكارنو يميلون إلى فكرة إزاي الدول العالم الثالث تكون لها حقها في التنمية المستقلة بعيدا عن التأثيرات الموجودة. الآن 120 دولة في عدم الانحياز أغلبها لديها تطلعات فيما يكون استمرار للتنمية المستقلة وغيره، أنها تتعاون في إعادة بناء نظام دولي يكون أكثر عدلا وأكثر قدرة على التدخل في المشكلات. بالنسبة لعلاقات مصر سواء بالهند أو بالدول المختلفة، الحياة بالفعل مصر بتطور علاقاتها على مدى السنوات اللي فاتت، العشر سنين اللي فاتت مع دول أفريقيا ومع دول عمال دم الانحياز، وتطورت زي ما احنا أشرنا العلاقات مع الهند بتمتد في علاقات تجارية وعلاقات اقتصادية وعلاقات تبادل الخبرات وغيره. بالتأكيد كل ما تتسع علاقات الدول مع بعضها، يعني 120 دولة تكون قادرة بالفعل على أنها تكون لها أصوات مختلفة. صحيح. إحياء عدم الانحياز أصبح ضرورة جدا في هذا الوقت في مواجهة نظام عالمي مختل أكثر اختلالا مما كان أيام القضية، يعني سواء في بريكس أو في غيره اللي بتظهر لده، بالتأكيد مهم لمواجهة هذا الاختلال. الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، شكرا جزيلا لك. قامت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بشراكة مع الهلال الأحمر المصري بتوزيع 3000 كرتونة مواد غذائية في مخيم الإيواء ومنطقة مواصي خان يونس. وأضافت الجمعية في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة إكس أن حوالي 16,000 مواطن استفادوا من تلك الكراتين. وأفادت مصادر بمعبر رفح
أن حركة المرور شهدت إدخال الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء دفعة جديدة من المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة، ضمت قافلة من 50 شاحنة تحتوي على مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وبطاطين وخيام. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي غرب خان يونس بقطاع غزة. أقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ضربات إسرائيلية مكثفة استهدفت محيط مستشفى الأمل التابع له في خان يونس. وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال أطلق قنابل الفوسفور الأبيض على منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس، ونفذ قصفا في محيط مستشفى أبو يوسف النجار شرق رفح جنوب القطاع، واستهدف بصاروخ برج العنتر في شارع غزة القديم ببلدة جباليا. كما حاصرت قوات إسرائيلية عدة مدارس تأوي آلاف النازحين غرب حي تل الهوى بمدينة غزة، أقامت بتفجير مربعات سكنية في بلدة بني سهيلة شرق خان يونس. من جانبها أطلقت الفصائل الفلسطينية رشقات صاروخية من شمال قطاع غزة على إسرائيل، وقصفت موقع كيسوفيم العسكري الإسرائيلي بدفعة من الصواريخ. وأعلنت الفصائل أنها أوقعت عشرات الجنود من قوات الاحتلال بين قتيل وجريح، كما استهدفت دبابتين من نوع ميركافا وجرافة عسكرية شرق خان يونس في محاور التوغل وتفجير ناقلات الجند وتجمعات الجنود وتحصيناتهم. وبثت الفصائل مشاهد من استهداف قوة إسرائيلية متحصنة داخل أحد المباني في جباليا شمال قطاع غزة، وقالت إنها استهدفت دبابة صهيونية من نوع ميركافا يعتليها 3 جنود بقذيفة الياسين 105 شرق حي التفاح بمدينة غزة. كما فجرت الفصائل فوهة نفق بقوة صهيونية راجلة شرق حي التفاح بمدينة غزة. قالت منظمة الصحة العالمية إن الظروف غير الإنسانية بقطاع غزة ستؤدي لانتشار الالتهاب الكبدي بشكل كبير. وأكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم تسجيل 24 إصابة بالتهاب الكبدي الوبائي في غزة وسط توقعات بارتفاع عدد الإصابات نظرا لانعدام الرعاية الصحية وانتشار مسببات المرض بين النازحين. ويعاني النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار وصولا إلى تردي حالة المستشفيات. يواصل القادة ورجال الأعمال محادثاتهم في الاجتماع السنوي 54 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، وهيمن موضوع الذكاء الاصطناعي على جلسات المنتدى باعتباره قوة دافعة للاقتصاد والمجتمع. خلال جلسات أعمال الاجتماع السنوي 54 للمنتدى الاقتصادي ديفوس 2024، هيمن موضوع الذكاء الاصطناعي كقوة دافعة للاقتصاد العالمي على النقاشات عبر 30 جلسة خصصتها إدارة المؤتمر للتقنيات الحديثة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للتحولات الكبيرة التي يواجهها العالم. وضم القطاع الرئيسي في منتدى ديفوس لهذا العام بعضا من أكبر الشركات التي تروج لمنتجاتها وخدماتها في مجال الذكاء الاصطناعي، بعد وصول إمكانات هذه التكنولوجيا الجديدة إلى وعي عالمي أوسع، الأمر الذي دفع العملات المشفرة إلى الخلفية بعدما هيمنت على اجتماعات المنتدى خلال السنوات الأخيرة. وأطلق منتدى ديفوس تحالف حوكمة الذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز الجهود العالمية لتوفير الوصول العادل لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتصدي للتحديات العالمية والمخاطر التي تنطوي عليها التكنولوجيات المتقدمة. ودعا المنتدى من خلال تحالفه الجديد الخبراء من مختلف القطاعات لمعالجة العديد من المجالات الرئيسية، منها تحسين جودة البيانات وتوافرها عبر الدول وتعزيز الوصول إلى الموارد الحسابية وتكييف النماذج الأساسية لتناسب الاحتياجات والتحديات المحلية، مشددا على أهمية التركيز بشكل قوي على مجالات التعليم وتطوير الخبرات المحلية لإنشاء أنظمة بيئية محلية للذكاء الاصطناعي والتنقل فيها بشكل فعال.
ويسعى التحالف الجديد أيضا إلى تعبئة الموارد لاستكشاف فوائد الذكاء الاصطناعي في القطاعات الرئيسية بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم. وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي فإن الذكاء الاصطناعي سوف يغير الاقتصاد العالمي مؤثرا على نحو 40% من الوظائف على مستوى العالم، حيث سيحل بعضها محل الأخرى وتكمل البعض الآخر. ولتجنب التأخر في السباق العالمي للذكاء الاصطناعي، طالبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دول الاتحاد الأوروبي بمضاعفة جهودها في تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن سباق الذكاء الاصطناعي بدأ بالفعل، ومن يأتي أولا في هذا المجال سيحقق المكاسب أولا. وفي حين تتصدر الولايات المتحدة والصين حتى الساعة المشهد على صعيد تطوير هذه التقنيات، طالبت أورسولا فون دول أوروبا بمضاعفة جهودها نحو الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي لأنه قادر على تعزيز الإنتاجية بوتيرة كبيرة، كما شددت على أن أوروبا في وضع يسمح لها بأن تصبح بطلة سباق الذكاء الاصطناعي عالميا. أقر الكونغرس الأمريكي مشروع قانون مؤقت للتمويل في عرض نادر للوحدة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي للإبقاء على عمل الوكالات الفيدرالية لمدة 6 أسابيع أخرى وتجنب إغلاق حكومي معطل. ومع اقتراب الموعد النهائي الذي كان محددا وافق مجلس النواب على الإبقاء على تسيير عمل الوكالات الفيدرالية حتى الأول من مارس على الأقل. وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بطرح وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة بالمرحلة الثانية لجلسات الحوار الوطني، والذي انطلق بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشاركة كافة أطياف المجتمع في صياغة أولويات العمل الوطني. يأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بتوسيع دائرة النقاش حول الوثيقة، وكذلك صياغة أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري خلال السنوات الست المقبلة، بعد الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة وغيرهم من المشاركين في جلسات الحوار الوطني، والاستفادة من أفكارهم ومقترحاتهم لوضع خطط وآليات التنفيذ. تنظم أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة الأقصر قافلة ستر وعافية طبية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتضم القافلة العديد من التخصصات وحملات متعددة لتوزيع مواد غذائية وبطاطين ومعرض ملابس بأسعار مخفضة للفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب التمكين الاقتصادي وتمويل المشروعات متناهية الصغر. تعادل المنتخب الوطني مع نظيره الغاني بهدفين لمثلهما ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية، وسجل محمد قدوس هدف منتخب غانا الأول في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ونجح عمر مرموش في إحراز هدف التعادل لمنتخب مصر في الدقيقة 69، وفي الدقيقة 71 تمكن محمد قدوس من إضافة الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده، وبعد 3 دقائق عاد مصطفى محمد ليحرز هدف التعادل للفراعنة في شباك غانا. ويبدأ منتخب مصر اليوم تحضيراته لآخر مواجهات دور المجموعات بلقاء الرأس الأخضر الاثنين المقبل. هذا وتستأنف اليوم مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة الأمم الأفريقية، حيث يواجه منتخب الرأس الأخضر في 14 اليوم منتخب موزمبيق في إطار منافسات المجموعة الثانية، فيما تشهد المجموعة الثالثة مواجهة قوية بين منتخبي السنغال والكاميرون، يعقبها لقاء منتخبي غينيا وغامبيا في نفس المجموعة الثالثة. نهاية النشرة، شكرا لكم.